هي لوحة في حركات الطنفة، مجموعة من الحركات الرياضية التي تلتزم الدقة والتركيز العالي، وهذا ليس بداخل وغريب على رجال أمن الدين. مفاتيح يقدمون الغالي والنفيس من أجل حفظ الوطن والمواطن في إطار نهج تنهجه المدير العام للأمن الوطني، الرامي إلى احترام حقوق الإنسان حسب المواثيق الدولية. تم اعتماد عصا الدفاع ذات القبضة الجانبية الطنفة كأداة أساسية من أدوات الشرطي بالشارع العام، وذلك لتعد استعمالات كفاءتها في السيطرة على الخارج عن القلم. لوحة سرية معكم في هذه اللحظات مباشرة من الولاية الأمنية هنا في عاصمة المولى إسماعيل. تثبيت الأرض وتفريض الأيادي، تدخلات محكمة من أجل حفظ أمن المواطنين والوطن على حد سواء، تقنية حديثة أرتتها المدير العام للأمن الوطني استتبابا للأمن في مختلف ربوع المملكة المغربية. عصا الدفاع ذات القبضة الجانبية، تصفيق اسمه الفضول لكم. نادي المقاومة عرض للكاطا هي أسلوب للكاراتيه الشوتوكان، يؤديها مفتش الشرطة سي عبد اللطيف شكري، وصيف بطل إفريقيا سنة 2010 في رياضة الكاراتيه، بطل المغرب 5 مرات. الكاطا هي سلسلة من الحركات التي تتطلب التركيز، القوة والسرعة والتوازن في أدائها. هنا ملحمة صغيرة. حميد الشرطة وصيف بطل إفريقيا 2010 وبطل المغرب 5 مرات، يقدم مجموعة من الحركات الرياضية في رياضة الكاراتيه الشوتوكان. حالة مباشرة وكيفية التدخل مع حمل السلاح الأبيض. تصفيقات الله يخليكم، هذا جميل جدا ما يقدمه كل عناصر الشرطة بدون استثناء. تدخلات ميدانية لاستتباب الأمن، تثبيت الجانحين عن القانون في الأرض مع التصفيق. امتلاء حية ومباشر.
هذه التقنية الحديثة فيسفو، وهي تقنية حفظ النظام وبطريقة حديثة جدا كما تلاحظون، من أجل تثبيت الجناحين على الأرض والتصفيد في ظروف متميزة. فيسفو هي الفيدرالية العامة لحفظ النظام وحفظ القوى. كما تلاحظون أمثلة حية ومباشرة للعمل اليومي الدؤوب الذي تقدمه فرق الأمن كل يوم في مختلف المدن. وهذا ما يمثل مفخرة لجهاز الأمن على الخدمات التي يقدمها من أجل استتباب الأمن. وكما تلاحظون حركات متناسقة، السرعة في الأداء، تركيز عالي جدا. هذا نموذج مصغر لما تقوم به فرقة 100 تحت تسويقكم يا الحضور الكريم.